كلورايد ايون انتهى. كلورايد ايون بيجي من بخار اللي بيطلع من البحر. اللوحه اللي بتطلع فيها كلورايد ايون، فيها سلفر ايون، فيها بوتاسيوم ايون، هذول ممكن ياكلوا من سميد اكل من جوا. فهي طبقه حمايه للموضوع. هلا كنت عم بحكي بخصوص البايب لاين والاويل اند جاس والواتر تريتمنت فاسيلتيز موجوده، يعني هدول التنكات والبايبس نحن بنحب نعطيها مواد عزل اسمه بي في سي. اوكي، هدول عينات منهم، كل وحده من هدول لها غايه معينه. اعطيكم مثال، تمام. هلا هذا بنحط تحت بحيرات، تحت بركه، تحت انهار اصطناعيه، بتعزلها بالكامل من تحت. تكون ناشفة بتحطها بتعجل وتساوي القدم بتمد. ليش نحن نحب البي بي سي؟ أول شيء قوته مخيفة، ثاني البي بي سي بالذات يختلف عن باقي أنواع الرولات بأنه نقطة الحام تبعت البي بي سي هي نقطة زيرو. قوته ومش قوة ضعفه. عرفت علي كيف؟ نقطة الحام الجوينينج تبع البي بي سي نقطة قوته وليست نقطة ضعفه. لو انا لاحمها هلا من هون وجبت ماكينات خصوصي تسحبهم عن بعض راح يصير الفيلير على الجناب هاي مش على نقطة الحام. عرفت علي كيف؟ هاي وحدة من ميزات البي بي سي تختلف عن غيرها. هاي مثلا تحت البحيرات الاصطناعية وتحت الانهار وتحت البرك السباحة، هذه